بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الفيديو ده هنشرح فيه قواعد الوحدة التامة، الجزء الأول فيها. الجزء الأول ده هنشرح فيه الأكتف والباسف، مضارع بسيط، مضارع مستمر، مستقبل، والصيغ المصدرية. هحاول أمشي بالترتيب اللي أنت هتشوفه قدامك في الكتاب المعاصر علشان تذاكر منه، بس خد بالك لازم تسمع آخر جزئية في الفيديو، لأن هجيب لك شوية تكات مش موجودة في الكتب لازم تعرفها، هجمعها لك كده ورا بعضها في آخر الفيديو. اول حاجه كده عايزك تعرف ان في حاجه في اللغه الانجليزيه اسمها الافعال اللازمه. يعني ايه فعل لازم؟ يعني الفعل اللي مش محتاج مفعول، غير الفعل المتعدي اللي هو لازم له مفعول ولازم نستخدم مفعول معاه. بمعنى لما اقول مثلا ذا دوج، الكلب باركد، الكلب نبح، هنا كده الفعل ده فعل لازم فانا مش محتاج استخدم معاه مفعول. واحده كمان مثلا ان اكسيدنت، يعني حادثه، happened يعني حادثة حدثت. هنا كلمة happen ده فعل لازم، يبقى أول ملحوظة عايزين نعرفها كده إن الفعل اللازم لا يبنى للمجهول. دي أول ملحوظة عايزين نعرفها. طيب مين الأفعال اللازمة يا مستر اللي أنا ممكن المفروض إن أكون عارفها؟ على رأس الأفعال دي كلمة happen، على رأس الأفعال دي كلمة collapse اللي معناها ينهار، وكمان معاك كلمة fall اللي معناها يقع، وعندك كمان كلمة seem اللي معناها يبدو، وكلمة look اللي معناها يبدو برضو مش اللي معناها ينظر، لان لو معناها ينظر تيجي مجهول عادي، وعندك كلمة اوكر اللي معناها برضو يحدث، وعندك كلمة كراي يبكي. الافعال دي كده كلها اسمها افعال، وكان عندك depend يعتمد على. الافعال دي كلها كده اسمها افعال لازمة، والافعال اللازمة دي ما تجيش في المجهول، ده رقم واحد. اول زمن معانا بقى زمن المضارع البسيط. المضارع البسيط ده انت عارف ان احنا لما نيجي نعمله مجهول بنعمل الاتي. على سبيل المثال جملة، لما نقول مثلا our government builds، يعني بتبني many new schools، بتبني مدارس كتير every year يعني كل عام. عايزك وانت بتعمل الجملة دي لما تحولها من معلوم لمجهول تركز على فكرة، هو من المفعول يا مستر؟ والله العظيم يا مستر المفعول هنا many new schools، يبقى المفعول يا شباب ممكن يكون اكتر من كلمة، ولما نحب نبنيها المجهول فهنقول بقى many new schools، العديد من المدارس الجديدة. والله schools دي ركز، احنا عايزين دايما في المضارع البسيط في المجهول عبارة عن verb to be والباست بارتيسيبل، بس الverb to be ده لازم يكون مناسب لحاجتين اتنين، مناسب للزمن ومناسب للفاعل اللي انت استخدمته الجديد، للفاعل الجديد. بمعنى ايه؟ انت قلت لي في الجملة our government builds، build يعني يبني، ده مضارع، مع مضارع يبقى انا عايز verb to be مضارع، am و is و are. طيب هو schools تاخد am ولا is ولا are؟ لا ناخد are. والتصريف التالت من build اللي هو built، وبعدين بقى every year ممكن نقول بقى by the government the government، وممكن ما تقولهاش. حلو، يبقى انا عايزك تفهم كده المضارع البسيط عباره عن في المجهول يعني عباره عن verb to be وباست بارتيسيبل. الverb to be ده مضارع بسيط يعني am و is و are، لازم يكون مناسب للزمن am و is و are لان ده مضارع، وناسب للفعل حسب الفعل اللي انت هتستخدمه. طب دي اول فكره. الفكره الثانيه بقى في جمله منفيه، لما تقول مثلا they don't eat ميت، يعني هم لا ياكلون اللحم. لاحظ ان دونت دي معناها ان الجمله منفيه، فهتروح انت بادئ بمين؟ باللحم اللي هي المفعول ميت، ونفس اللي انت عملته برضو قبل كده، بدات بالمفعول هتجيب لي الفيرب تو بي المناسب للزمن ايت مضارع في ام ويز ار، المناسب لل ميت لحمه دي مفرد فهنقول از، بما ان ده منفي فانت هتقول ازنت. وتصريف التالت من ايت اللي هو ايتن، يبقى ميت از نوت ايتن. طيب نفترض ان الجمله دي جمله سؤال، يعني ايه سؤال؟ لما اقول مثلا دو يو ستادي English مثلا، do you study English يعني هل انت بتذاكر اللغه الانجليزيه؟ السؤال ده بدأ بدو. لما نحب نعمل سؤال مبدوء بفعل مساعد ونحوله لمجهول لازم برضو تحويل المجهول هيكون مبدوء بفعل مساعد، ودو مضارع فانا عامل في المضارع ده عباره عن verb to be والباست بارتيسيبل، فانا هستخدم عشان نتكلم عن الانجليش فانا هستخدم مين؟ is، وبعدين نجيب المفعول اللي هو English، وبعدين الباست بارتيسيبل اللي هو studied. يبقى is English studied، ممكن نقول by you ما نكملهاش. يبقى انت ممكن هي تركز كده انك بتاخد فيرب تو بي وبعدين تجيب بعده المفعول وبعدين نجيب بعده الباست بارتيسيبل، وبناء عليه عايز اقول لك هل المنزل يبنى؟ يبقى هنقول از ذا هاوس بيلت مثلا، ده لو انا عايز السؤال ده في مضارع بسيط، ده الحته الثالثه. طيب افرض السؤال مكتوب كده مثلا وات دو يو يوز يور كار فور، يعني فيما تستخدم سيارتك؟
عايز اعمله مجهول، فانا هقول لك فيما تستخدم السياره. لما يكون السؤال مبدوء فيها دو او داز يبقى ده مضارع، فانا هبدا بالات الاستفهام اللي هي وات. الفعل المساعد هنا كان دو لان ده معلوم، انا هستخدم هنا بقى فيرب تو بي عشان ده مجهول، هتبقى وات از. المفعول مين يا مستر؟ اللي هو يور كار، يور كار، وبعدين يوزد فور، نفس اللي انت بتعمله كل مره، بتجيب الات الاستفهام وبعدين الفعل المساعد الجديد وبعدين المفعول وبعدين الباست بارتيسيبل. طيب عايز اقول مثلا متى تدرس الانجليزيه؟ يبقى هنقول متى اللي هي وين، تدرس دي مضارع ام از ار، والانجليزيه مفرد يبقى هنقول ويز از، وين از، وبعدين انجلش، وبعدين تدرس اللي هي ستادي، يبقى وين از انجلش ستادي، متى يدرس اللغه، تدرس اللغه الانجليزيه. الكلام ده انت اصلا ممكن تكون عارفه مش محتاج يتشرح لك، انا عارف بس احنا لازم نعدي عليه سريعا. طيب بالنسبه للمضارع المستمر، مضارع مستمر اولا في المعلوم، لما اقول مثلا they are، they are watching a match، يعني هم بيشاهدوا مباراه، ده معلوم يا مستر. اللي عرفك مع عشان الفاعل اللي بيعمل الحاجه موجود، والماتش ده مفعول. فانت بتعمل ايه حضرتك؟ بتجيب المفعول وبعدين الفيرب تو بي وبعدين بينج وبعدين الباست بارتيسيبل. فانت هتروح قايل لي بقى ايه اللي بيشاهد الماتش، يبقى انت هتقول لي a match، الفيرب تو بي ده زي ما اتفقنا لازم تبقى حافظ دي، يكون مناسب للزمن، هنا ار مضارع يبقى انا هاخد فيرب تو بي ام از ار برضه مضارع، وبعدين بينج وبعدين باست بارتيسيبل، الماتش مفرد فهنقول از وبعدين بينج وبعدين واتش، يبقى ماتش از بينج واتش، المباراه تشاهد. طب افرض الجمله منفيه، بدل ما انت خدت الفيرب تو بي هتقول الفيرب تو بي زائد نوت. على سبيل المثال لو قلنا مثلا هي از نوت ايتينج رايس، يعني هو لا ياكل الارز الان يعني، فانت عايز تعملها مجهول، فهتروح قايل لي رايس اللي هو المفعول، اللي هو مفعول رايس، وبعدين الفيرب تو بي، والله الرايس ده مفرد فهنقول از. طيب وبعدين بعد الفيرب تو بي احنا عايزين ننفي فهنقول از نوت، وبعدين ناخد بينج يبقى از نوت بينج، والباست بارتيسيبل از يبقى از نوت بينج ايتن، الارز لا يؤكل. طب لو عايزين نعمل المضارع المستمر ده في السؤال، على سبيل المثال لما اقول لك مثلا وات ار ذي دوينج، وات ار ذي دوينج، ماذا هم يفعلون، انت عايز بقى تقول ماذا يفعلوا، يبقى تسال الاله استفهام اللي هي وات، الفيرب تو بي از، وبعدين بينج والباست بارتيسيبل اللي هو دان، وات از بينج دان، ما الذي يفعله. طيب لو انت قلت لي مثلا از شي واشنج هير هاند، يعني هل هي بتغسل يديها، فانت هتقول بقى هل يدها تغسل، يبقى از الفيرب تو بي وبعدين المفعول اللي هو هير هاند وبعدين بينج وبعدين باست بارتيسيبل اللي هو واشت. انا عارف الكلام ده كله اصلا بالنسبه لك بمثابه تذكير ليس الا، ما فيهوش اي جديد بالنسبه لك كطالب ثانويه عامه. طيب حتة الأفعال الناقصة، الأفعال الناقصة بناخد الفعل الناقص، فعل ناقص وبعدين بي وبعدين باست بارتيسيبل، ده لما تيجي تعمل صيغة المجهول. لكن على سبيل المثال مثلا ممكن أقول لك زي كان يوز ا بن، يعني يمكنهم أن يستخدموا قلما، فأنت هتعملها مجهول، هتبدأ بالمفعول اللي هو ا بن، وقدامك فعل ناقص يبقى تاخد الفعل الناقص اللي هو كان، وبعدين هنجيب بعده بي، والباست بارتيسيبل من كلمة يوز يبقى يوز، يبقى ا بن كان بي يوزد. الموضوع مش معضل ابدا في الحته دي. طيب الافعال الناقصه دي في منها نوعين، في منها افعال ناقصه، افعال ناقصه في منها بسيطه وفي منها افعال ناقصه تامه. حلو، الافعال الناقصه البسيطه اللي انت عارفها اللي هي ويل وود وكان وكد وشال وشد الناس دي. طيب افعال ناقصه التامه، الناس دي لما نجيب عليها الفعل في المصدر يبقى دي بسيطه. طب التامه، الافعال الناقصه التامه دي انك تقول لي مثلا كان او ماست، ماست هاف، وتجيب بعدها باست بارتيسيبل. لكن انت هنا بتجيب لي مثلا ماست والمصدر. طب اديني مثال على دي ومثال على دي. بص يا سيدي، زي ماست مثلا ريد ذا تكست، دي كده فيها فعل مساعد، فعل ناقص بسيط اللي هو ماست والمصدر، اي فعل ناقص والمصدر. طيب يعني معنى كده ان احنا هنقول النص يجب ان يقرا، يبقى ذا تكست النص، وبعدين فعل ناقص هنا ماست، وبعدين بي والباست بارتيسيبل اللي هو ريد. ده لو كان فعل ناقص بسيط. طب لو كان فعل ناقص بقى مركب او تام اللي هو زي ايه مثلا؟ لو انت قلت لي مثلا زي ماست هاف ريد ذا تكست، ده كده فعل ناقص بس تام، عشان هو جه بعده هاف وهذا التصريف الثالث، فانت بتقول ناقص تام اللي هو اصلا تركيبه المضارع التام. فهتروح انت بقى في المجهول هتقول لي ذا تكست اللي هو النص ماست هاف
وبعدين بين وبعدين باست بارتيسيبل. يعني معنى كده ان الفعل الناقص، الفعل الناقص البسيط بنقول بنجيب الفعل الناقص وبعدين بي وبعدين الباست بارتيسيبل، ده لو كان بسيط. طب لو كان ناقص تام فانت بتجيب الفعل الناقص وبعدين هاف وبعدين بين وبعدين الباست بارتيسيبل. في ناس بتحل الجمل دي اصلا من غير ما تكون حافظه التركيبه دي، بس لازم تعرفها عشان ما تتلخبطش. طيب الحاجات التانيه بقى، في افعال شبه ناقصه. مين افعال شبه ناقصه؟ اللي هم يوزد تو والمصدر، اللي هم اوت تو، اللي هم برضو هاد او هاف او هاز تو، اللي هم نيد تو. الناس دي كلها اصلا لو انت خدت بالك اخرهم تو، وانت عارف ان اي حاجه فيها تو بنجيب تو بي والباست بارتيسيبل، فما فيهاش معضله. لما نقول مثلا زي اوت تو ستادي ماث مثلا، زي اوت تو ستادي ماث، يعني هم يجب ان يدرسوا الرياضيات، فانت هتروح قايل الرياضيات يجب ان تدرس، يبقى ماث ادي اوت تو، وانت قلت لي تو يبقى عايز بعدها بي، والتصريف التالت من كلمه ستادي اللي هو اوت تو بي ستادي. الصيغ المصدريه في المجهول، يعني ايه صيغ مصدريه؟ على سبيل المثال انت عندك وونت بيجي بعدها تو والفعل في المصدر، بروميس تو والفعل في المصدر. الناس اللي هي زي كده نعملهم في مجهول ازاي؟ على سبيل المثال لو انت قلت لي اي وونت علي تو ووش ماي كار، اي وونت علي تو ووش ماي كار، اتعملها مجهول هتروح قايل اي وونت انا اريد سيارتي ان تغسل، يبقى اي وونت ماي كار تو بي ووشد. لاحظ اي وونت دي انت ما غيرتش فيها حاجه خالص، وبعدين جبت المفعول تو بي باست بارتيسيبل. طيب I promised I promised to help علي، أنا وعدت أن أساعد علي، ده معناها إن I أو إن علي was promised، يعني علي وعد to be helped، يعني علي وعد أن يساعد. الفكرة كلها إن أصلا promise to المصدر، فنخليها موجود بقى to be past participle. طيب أي حاجة فيها ing في المعلوم لما نخليها في المجهول فاحنا بنقول being والباست بارتيسيبل. على سبيل المثال you should avoid، يعني يجب عليك ان تتجنب not by people. يا ترى seeing ولا being seen؟ في دي كده انت محتاج تترجم، انت يجب عليك ان تتجنب ان ترى بواسطة الناس ولا ان ترى، ان ترى يبقى ده مجهول فناخد being مباشرة. طيب I don't like being cheated، لا احب ان اخدع، مجهول، فانت خدت اصلا انت عارف ان like بعدها ing، فقلنا بقى I don't like being cheated. حلو. طيب نيجي بقى لحته ثانيه اهم، في افعال زي كلمه like بيجي بعدها to والمصدر وبيجي بعدها الفعل المضاف له ing، ده في المعلوم. طب لما نيجي نحولها مجهول to والمصدر هتبقى to be past participle، طب ال ing هتبقى being والباست بارتيسيبل. على سبيل المثال I like to I like علي to help me، تمام؟ أنا أحب علي أن يساعدني، عايزين نعملها مجهول فتروح أنت قايل I like to be helped. لاحظ إنك أنت خدت بعد like to be باست بارتيسيبل، لأن أصل الجملة I like علي to والمصدر. لكن في الجملة اللي قبلها اللي كانت هنا انت قلت لي I don't like being، لان اصلا كانت المفروض هنا like بعد ing. طيب ملحوظه كمان بقول لك، وانت بتعمل مجهول لاحظ ان مش دايما هستخدم باي، بمعنى لما اقول مثلا احمد opened the door، احمد فتح الباب. حلو، ده معناها ان ذا دور هتقف شويه كده، والله يا مستر opened ده ماضي بسيط، يبقى انا عايز verb to be والباست بارتيسيبل. الفيرب تو بي اللي في الجمله دي اللي ينفع مع الزمن was where. طب الدور مفرد فهنقول the door was وبعدين opened. هنا بقى هنقول باي مين؟ باي احمد، لانه فتح بواسطه احمد، لان احمد ده عاقل. طيب الحاجه الثانيه I wrote a text، انا كتبت نصا using a pen، انا كتبت نصا باستخدام القلم، عايزين نعملها مجهول فهتروح انت قايل لي بقى ده text was written، يعني النص كتب using a pen، ممكن تعملها using a pen وممكن تعملها with a pen.
ايه الفكره؟ الفكره انك انت دايما مع العاقل بتاخد باي، لو انت بتتكلم على حد عاقل فتاخد باي، دايما مع العاقل ناخد باي. اكتب دي كده هنا، بناخد باي مع العاقل، وبناخد وز مع اي اداه، مع الاداه. على سبيل المثال the food الطعام، was cut يعني تم تقطيعه، not a knife 60. يا ترى هنا هنقول باي ولا هنقول وز؟ والله السكينه دي مش عاقل فهناخد وز. طيب ثانيه بقى، بقول لك ان هاف دي ما بتجيش مجهول. يعني ايه؟ لو انت قلت لي اي هاف بريكفاست ات 2، انا بتناول الافطار الساعه 2، الجمله زي كده عايزك تعرف ان كلمه هاف ما ينفعش نعملها مجهول اطلاقا في اي حال من الاحوال. طب ايه الحل؟ بقول لك بنحولها لفعل اخر مناسب للسياق يعني والمعنى. بمعنى لان لما تقول لي اي هاف بريكفاست ات 2 يعني انا بتناول، يعني انا باكل افطار، ده معناها ان بريكفاست الافطار، بريكفاست الافطار، والله هاف دي مضارع فانا هاخد از وبعدين التصريف الثالث من كلمه ايت بقى اللي هو ايتن ات 2. انت جبت ايتن دي منين يا مستر؟ ما هو كلمه هاف بريكفاست يعني يتناول الافطار يعني ياكل الافطار. طيب لما تقول مثلا اي هاف ا جود تايم ات سكول، انا اقضي وقتا جيدا في المدرسه، كلمه هاف دي معناها يقضي، فانت هتروح قايل لي بقى ا جود تايم، ا جود تايم يعني وقت الجيد، از سبنت يعني يقضى ات سكول. يبقى انا عايزك تفهم ان هاف دي انت بتشيلها وتحط مكانها فعل مناسب للمعنى، فعل مناسب للسياق اللي قدامك عشان تبقى مظبوطه. طيب ولو اقول لك مثلا ايه هاف ا هوليداي، يبقى لي ممكن اقول سبنت ا هوليداي او تيكن ا هوليداي على حسب المعنى. طيب في افعال الفعل لو الفعل له مفعولين يبقى انت ممكن تعمله بطريقتين مجهول. بمعنى لما اقول مثلا شي جيف مي ا بن يعني هي اعطتني قلما، ده معناها ان الفاعل شي ده الواحد الفاعل الوحيد، مي ده مفعول اولاني وابن ده برضه مفعول تاني، يبقى انت عندك فاعل وعندك اتنين مفعول. ده معناها انك لو عايز تعمل مجهول فممكن تاخد مي دي وتقول اي ووز جيفن يعني انا اعطيته ابن، انا اعطيته قلما. دي طريقه. الطريقه الثانيه انك تقول لي ا بن القلم، والله جيف دي ماضي، ووز جيفن تو مي. ركز بقى اللي حصل، انت لما تقول لي هي اعطتني قلما فانا ممكن اقول لك انا اعطيت قلما او قلما اعطي الي. ده لو الجمله فيها فعل بياخد مفعولين. طيب في مجموعه افعال اللي هي زي كلمه ووتش يشاهد، زي كلمه نوتس يلاحظ، زي كلمه سي يعني يرى، وزي كلمه فيل يعني يشعر، وزي كلمة هير اللي معناها يسمع. الناس دي في المعلوم، في المعلوم لهم احتمالين، وفي المجهول لهم احتمالين. في المعلوم حضرتك انت بتجيب المصدر بعدهم المصدر او الفعل المضاف له اي ان جي. طب لو انت جبت المصدر وعايز تحولها مجهول هناخد هنا تو والمصدر. طب لو انت جبت الاي ان جي وعايز تحولها مجهول تبقى هي زي ما هي اي ان جي برضه. طب بمعنى لما اقول لك مثلا اي سو اماني ريدنج، تمام، و I saw أماني read يعني أنا رأيت أماني تقرأ في الجملتين دول. لاحظ اللي حصل، إن أنت هنا خدت الفاعل وبعدين المفعول أهو، يعني ده في فاعل وفي مفعول، يبقى ده مبني المجهول مبني المعلوم. وبعدين ما دام مبني المعلوم فممكن مصدر أو ING، أدي المصدر أهو وأدي الأي إن جي. طب الأولانية عايزين نعملها مجهول، هنا أي إن جي فحضرتك هتحول أي إن جي لأي إن جي، هتبقى إيه بقى؟ أماني was seen reading يعني اماني رؤيت وهي تقرا. طب انا ايه اللي عرفني؟ ما هو اي ان جي اي ان، ايه اللي عرفني انها مجهول؟ ما هو السين دي حضرتك اللي رؤية تمت رؤيته، هي دي المجهول بقى. طيب واحده كمان، دي الاولانيه. الثانيه لو انت قلت لها سو اماني ريد، يبقى هتروح انت قايل لي اماني ووز سين، وبعدين ما دامها مصدر فانا عايز تو المصدر، يبقى تو ريد. دي فكره. طيب بقول لك ان انت ممكن تلاقي جمله زي دي كده، ذا كيلر الكيلر نوت باي ذا بوليس. حلو، يا ترى هنا بقى هنقول وير ارستد ولا هاد ارستد ولا جوت ارستد؟ الفكره اللي هنا ان ممكن نستخدم بدل الفيرب تو بي نستخدم بدل منه كلمه جوت في المجهول عادي. تعال نترجم، انت عايز تقول القاتل قبض عليه، قبض عليه يبقى ده مبني المجهول، فانا عايز فيرب تو بي وعايز الباست بارتيسيبل بعده، يعني عايز ووز وير والتصريف الثالث. القاتل مفرد فانا عايز ووز، دي وير ما تنفعش. طب هاد ارستد ده مبني المعلوم مش معانا، يبقى ناخد جوت ارستد. وعايزك تفهم ان جوت ارستد دي مكان ووز
arrested اللي هي برضو معناها قبض عليه، يبقى كده القاتل قبض عليه. الفكره او المحصله اللي بعد كده عندك كلمه let، كلمه let اللي معناها يدع. لتي لها احتمالين اتنين في المبني المجهول. الاحتمال الاولاني بيقول لك لو الفاعل هو نفسه المفعول يبقى كده هي تبنى للمجهول كالتالي، لانها المجهول كالتالي هتبقى let وضمير منعكس وبعدين بي وبعدين الباست بارتيسيب، ده لو كان الفاعل والمفعول واحد. بمعنى I never let people cheat me، انا لا اسمح للناس ان يخدعونني. مين الفاعل في الجمله اللي ما بيسمحش؟ انا. ومين اللي هيتخدع برضو اللي هيتعمل له الخداع؟ المفعول يعني انا. فلاحظ ان الفاعل والمفعول واحد، في الحاله دي بقى هنستخدم دي، يبقى هتروح قايل I never وبعدين ضمير منعكس، لا طبعا الاول let الاول وبعدين ضمير منعكس العائد على انا يبقى my self وبعدين عايز بي والتصريف الثالث اللي هو cheated، يبقى I never let myself be cheated. طيب دي واحده. طب رقم اثنين، لو الفاعل مختلف عن المفعول، الفاعل والمفعول مختلفين نحولها الى allow. طب بمعنى منى، منى let's ايه use the car، يعني منى بتسمح لآية تستخدم العربية، ده معناها إن آية بيسمح لها باستخدام العربية. هنا منى هي الفاعل وآية هي الإيه؟ المفعول، مختلفين عن بعض، يبقى أنت لما تيجي تعملها مجهول فهتشيل let وتحط مكانها allow، يبقى آية والله let's دي مضارع فأنا هقول is وبعدين allowed وبعدين to، لأنك عارف إن allow كده كده بعدها to use منى's car، ومعنى الجملة آية يسمح لها باستخدام سيارة منى. عايزك تبص معايا في الجملتين اللي كتبتهم دول كده عشان نعمل يعني فوكس عليهم. النص الاولاني من القاعدة بصراحة ما فيهوش أي إبداع ولا فيه أي جديد، الشغل كله والتقيل كله في النص التاني من القاعدة. فعايزك تسمع وتركز معايا. Our new company الشركة الجديدة بتاعتنا to a famous European organization، إيه إلى منظمة أوروبية مشهورة. Belongs تنتمي إلى ولا is belonged؟ يا مستر كلمة belong أصلا ما بتجيش في المجهول، اي حاجه ليها معنى بيمتلك ما تجيش في المجهول، فاحنا ناخد belongs. My dad not to prison for stealing in 2003، ابي ايه الى السجن لسرقته في 2003، مش عارف ايه ابي دي قله ادب معلش، خلي اي حد. is taken يعني يؤخذ ولا was taken يعني اخذ ولا is being taken يعني يؤخذ؟ انت قلت لنا 2003 فانت قتلت الموضوع، يبقى was taken لان ده ماضي بسيط، لكن is being taken now. is taken every year. بقول لك which is correct أو incorrect، إيه من دول صح أو غلط؟ علي didn't let his brother use his car، يعني علي لا يسمح لأخيه أن يستخدم سيارته. let مفعول مصدر والمعنى مبني المعلوم، يبقى الجملة صح. علي wasn't let use، wasn't let دي ما ينفعش نستخدم كلمة let في المجهول إلا إذا كان الفاعل والمفعول واحد، وفي الحالة هيكون معاك ضمير منعكس، يبقى دي بقى غلط. منى wasn't allowed use my pen، دي غلط. ليه؟ عشان wasn't allowed to المصدر أو wasn't allowed اسم، يبقى هنا ناقصين to عشان نستخدم دي. طب منى wasn't allowed، ادي wasn't allowed وبعدين اس، يبقى دي صح. الجمله اللي بعدها I didn't like to cheat by others، انا لا احب ان اخدع بواسطه الاخرين، لا المفروض ان اخدع، يبقى الجمله دي كده الجمله دي كده غلط. طب الصح فيها I don't like to، المفروض to be cheated لانك بتقول ان اخدع، وانت عارف لما يكون في to لازم بعدها be وبس participle لو مجهول. طب I hate being cheated، انا اكره ان اخدع، دي مظبوط لانها مجهول. طب I hate cheating anybody، أنا أكره cheating، hate ing يبقى دي معلوم، أنا أكره أن أخدع أي شخص، يبقى دي مجهول صح. طب لو أنا حاطط لك باي هتبقى I hate being cheated by anybody. طب a new car is had، أي سيارة تمتلك، ولا دي غلط لأن كلمة have ما تجيش في مجهول. زمان was killed، الرجل قتل by a knife بالسكين، والله السكين دي أداة يا مستر فمش هينفع ناخد باي، محتاجين هنا with. آخر واحدة my son ابني used to اعتاد أن help يعني يساعد with his homework في واجبه، هو اعتاد ان يساعد في واجبه، لا المعترض المفروض اعتاد ان يساعده، يبقى المفروض ان انا اقول used to be وhelped بقى في الاخر. used to be helped معناها اعتاد ان يتم مساعدته ان يساعده. هنقفل الفيديو ده ونبدا نحل اسئله. النص الثاني من القاعده اللي هو مليان ملحوظات ومهمات وحاجات تكات محترمه، نلتقي هناك. قبل ما امشي عايز اقول لك ان ان شاء الله بعد ما انزل الفيديو ده والتاني، في فيديو انا كنت عامله شرح السنه اللي فاتت برضو يعني ممكن يفيدك، اسمعه برضو لو انت حابب تستزيد يعني.